الكريم احمد عبد الاله. ثلاث خطوات الى مكه. ايوه. اول خطوه قد اعتمرت من قبل؟ لا. يا سلام، هذه اول خطوه. الخطوه الثانيه، جوازك موجود؟ جواز قديم. الله معك. منتهي. قد اعتمرت من قبل؟ نهائيا. واتمنى ان اعتمر. يا سلام، امنيه. كل واحد ما قدر احش يتمنى هذا. اتمنى الله يوفقك. بس الفرص ما جاتش. الله يوفقك. امين امين. الخطوه الثانيه. ايوه. جوازك موجود؟ موجود. مجدد؟ مجدد. جاهز؟ جاهز. يا سلام. ثاني خطوة، باقي لك خطوة يا فهد، باقي لك خطوة. إذا هي من نصيبك توكل على الله. توكلي على الله. يا رب يا رب. مشتاق للعمرة؟ أكيد. ما هي السورة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه كي تقرأ على الحجاج في العام التاسع للهجري؟ سورة الحج. ها؟ الحج. ايش الجواب النهائي؟ سورة الحج. سورة الحج. متأكد؟ متأكد. متأكد؟ إن شاء الله. لا. لا. آسف. قد اعتمرت من قبل؟ أيوه. اعتمرت؟ نعم. أول خطوة، يعني أول خطوة هو الميقات، معناته إنه العمرة أو الأزمة على الإحرام. هي النية وبعدين الإحرام. أنت قد اعتمرت؟ نعم. يلا الله يتقبل منا ومنك. آمين. اسمك يا والد؟ سعيد علي صالح. عم سعيد؟ أيوه. الله يسعدك ويسعدنا. قول آمين. إن شاء الله. آمين. ثلاث خطوات إلى مكة. أيوه. أول خطوة، قد اعتمرت من قبل؟ ما. ها؟ ماشي. هذا لا اعتمر صلاة حقيقة. من أين أنت يا والد؟ من تعز. من تعز؟ من هذا الشارع. أو تقول مع وماشي، هذه من حق صنعاء. يعني بالله. ها مخلوصة معنا. اه معاك ما شاء الله. طيب، اول خطوه ما قد اعتمرت. ثاني خطوه، جوازك موجود؟ لا. وكيف بدنا نعتمر يا عم سعيد؟ حمود محمد هيل. يا حمود، فقره عمرتك معنا، واحنا الان فين هذا المكان؟ باب موسى. باب موسى. ثلاث خطوات الى مكه، اذا عديتها نتوكل على الله ان شاء الله. احنا بنبحث مين اول؟ قد لك في يابس. الله يعينك. أول خطوة، قد اعتمرت من قبل؟ لا. ما قد اعتمرت؟ لا. هذه أول خطوة. الخطوة الثانية، هذا اللي بتعرق لنا دائما، معك جواز؟ معي جواز. مجدد جاهز؟ جاهز إن شاء الله. يا سلام، باقي لك خطوة، الدولي الإحرام. الدولي خلاص. ما قدوش لك. طيب. باقي لك إلا نصيب شلينا. إذا في نصيب. الله يرزقك. مشتاق للعمرة؟ إن شاء الله. مشتاق للعمرة؟ أيوة. بعده نسمع. أيوة الله فرجه. أيوة أيوة. أيوة بعده. السؤال يقول، شوف محلى ال. آه والله. الإحرام. آه والله. محلى مصدق. جميل. جميل جدا. يا رب يا رب قول الله يوفقك. إن شاء الله. السؤال يقول، ما هي السورة الكريمة التي أرسلها النبي صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه تقرأ على الحجاج في التاسع، في العام التاسع الهجري؟ على العام يا الله. يا أستاذ هدى. على العام الله. هيا هذا غلط. الأنعام غلط. هيا عشان تهدأ وتصلي على رجل. تقريبا التوبة. ها؟ التوبة. 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 تقريبا. مبتسم. إلا أنا نصيب. يكفي اللقاء هذا يعني. لحظة، ما يجدر. ما يجدر إنه صح ولا غلط. لحظة، أقول له صح أو غلط بعد ما أسمع تلبية من قلبك. لا لا، بحسب التلبية أنا عاد أقول له صح ولا غلط. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. أيوة. إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك الملك لا شريك لك. أنت اسمك؟ حمود محمد. يا حمود، الله يفرجك. أنا خليتك تلبي ويلبوا، تتمرن للسنة الجاية إذا فزت. الإجابة للأسف صحيحة، ومبروك عليك.